أنت ضيق الرزق كيف يحل لك المشكلة؟ الدين. طيب هذا الرزق مكتوب لي وأنا في بطن أمي، بس في نقطة، في الرزق وفي بند آخر البركة في الرزق. الرزق يوزع كل يوم وأنت تصلي الفجر، الأرزاق توزع إيه عند الصلاة، خلاص وزع الرزق. في واحد صلى الفجر فوضع الله له البركة في الرزق في الكم البسيط الذي عنده، فهذا له زوجته وهذا له ولده ونجح له ابنته وزوج له مطلقته ويسر له امره، هذا كله رزق سبحانه، وبارك له في الايه في الجنيهات واليوروهات والدراهم التي في جيبه. فالمسلم والمؤمن كيف يحل المؤمن قضية ضيق الرزق، او كيف يحل الاسلام للمؤمن ضيق الرزق بسعة الرزق؟ اولا ان تقنع ان ما كتب الله لك سوف يأتيك، حتى يا ابن ادم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. ولو فر ابن ادم من الرزق فراره من الموت لادركه الرزق كما يدركه الموت. بنات حاتم ماذا صنعوا؟ 9 بنات قالوا انا رايح الحج. وانا تروح فين؟ الله، لا في لا تامين صحي ولا تامين اجتماعي ولا معاش ولا معاد ولا سبحان الله. اين تذهب؟ البنت الوسطى عندها 10 سنوات قالت دعوه سوف يتركنا لحي رزاق لا يموت، خليه يروح ادعي لنا دعوتين في الحج. غادر حاتم مكان البيت، جاء الليل وليس في بيت حاتم الا الماء. بدأت البنات في لوم اختهن، يعني كان لازم تشجعيه ما كان قاعد معانا، سبحان الله. كررت كلامها يقينا تركنا لحي رزاق لا يموت. بعد هنيها طرق الباب طارق، هو بيتهم على قارعة الطريق، رجل يركب صهوة حصان وحوله كوكبة من الفرسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل عندكم من ماء؟ فضحكت البنات، ما عندنا غيره. خرجوا ماء شرب وشرب من معه، يخرج صرة من الكيس ولا الخرج اللي على الفرس من الدنانير والذهب ويلقيه داخل العتبة. والبيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم، عالم المسلمين وإمامهم. سبحان الله، اعتقد اللي ركب الفرس ده أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين. فنظر لمن حوله وقال من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت. بالله عليك حتى لو ما بيحبش. طب اللي بيحب، طب اللي ما بيحبش برضه صح ولا لا؟ ما هو الأخذ بسيف الحياة. من كان يحب، فكل اللي معاه سرة ارمي ارمي ارمي. غادر المكان. أرادت البنات إغلاق الباب فلم يستطعن من كثرة أكياس الذهب والفضة. نظرت البنت لأخواتها وقالت نظرة من مخلوق قد أغنتنا فما بالنا لو نظر إلينا الخالق. نظرة من مخلوق حولتهم من حد الفقر وحد الكفاف لحد الرضا وحد الغنى. إنما الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى الإيه؟ غنى الناس. أن يقنع الإنسان بما عنده، يا داود ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس. فإن رضيت بما قسمت خلاص انتهى الموضوع. وبعدين المنطق الآخر كان في